منهم بعض الدعاة الذين زاغوا عن أمانة الرسالة، وعوض الدعاة أصبحوا رعاة للحقد والتطرف والكراهية. الداعية يا سادة هو واعظ في العقيدة وفي الأخلاق وفي القيم، وليس محرضا على التفرقة بين الأخوة والإخوة، يجمعهم مشترك العقيدة والدم واللسان مهما اختلفت روافدهم. إذا قلت هي مناسبة للاحتفاء والاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة، وهي مناسبة أيضا كان يتقدموا الشعب المغربي الأصدق الأماني ويعني أجمل التهاني بهذه المناسبة، وهي أيضا مناسبة كنوقف عليها باش نشوفوا ماذا تحقق من خلال يعني هذا التنزيل. أكيد أنني كما قلت في يعني في مناسبة فائتة، الأمر كيتعلق مثلا في ترتيب السنة الأمازيغية يتعلق بمرسوم، هذا المرسوم يعني مجرد توقيع. إذا كنا اليوم عندنا مشكل مع تنزيل واحد الترسيم واحد مرسوم، فما بالك بالقوانين مقترحات القوانين ومشاريع القوانين. الإشكال اللي كاين اليوم كنظن هذه هي الآفة ديالنا اليوم، هي هذا التناقض اللي كاين ما بين كما كنقول دائما ما بين النص وما بين الواقع. فالتفعيل والتنزيل يعني ربما كنبلورو مشاريع كبيرة قوانين كبيرة، ولكن لما يتعلق بالتنزيل فهنا كنلقاو إشكال، وربما هذه مرتبطة بعقلية. اليوم كنطرحوا واحد المجموعة ديال الأسئلة واحد المجموعة ديال التساؤلات، هناك اعتمادات خصيصة للأمازيغية تقدرات بالملايير. اليوم كنطرحوا سؤال مشروع هي في كيفاش ترفعت، كيف ومتى وأين. الإخوان في الحكومة كيقولوا لنا بأن تعدد القطاعات، حنا كنطرحوا السؤال الجميل ولكن بغينا نعرفوا هذه القطاعات شمن النصيب، كيفاش أنها فعلا نزلت الأمازيغية. حنا اليوم ما يمكنش نختصروا فقط نختزلوا الأمازيغية في الواجهة يعني في واجهات ديال الإدارات، وإنما حنا كنتحدثوا عليها كرافعة للتنمية. اليوم هادشي ما شفناش في الاجتماع اللي كان في الخميسات، كان جميل ولكن مع كامل الأسف الخميسات ما فكرت فيها الحكومة إلا لما تعلق الأمر بالاحتفاء والاحتفال، ألوغ الخميسات هي قريبة للرباط، كنا نشوفوا بعد شحال تفكر الحكومة في حق التنمية، في الطرق، في المسالك، في الشغل إلى آخره. فصعب جدا أننا اليوم نختزلوا هذا المكون الهوياتي اللي كان يعني واحد المسار طويل نضالي، ما فقط واخا ماشي فقط الأحزاب ولكن أيضا حتى على النسيج الجمعوي، تختزل في شابيتو وفي احتفال عابر عوض ربما تنزيل المضامين اللي كيحل القانون اللي كيجبها القانون اللي جات في النصوص. مع كامل الأسف هذا الشيء اللي كيتقال وهذا الشيء اللي كيدار محسوب على الأمازيغية، ولكن أنا في اعتقادي المتواضع بأن الأمازيغية بريئة منها. مناسبة حلول السنة الأمازيغية 1973 اللي هي لحظة بقدر ما هي رمزية ولكن لها أبعاد تاريخية، أبعاد حضارية، أبعاد ثقافية. كان أملنا ولا يزال منذ سنوات ونحن نناضل من أجل هذه القضية الأمازيغية أن يكون الاحتفال اليوم رسميا وعيدا وطنيا مؤدى عنه، ولكن طموحنا لا ينتهي، ننتظر في السنة المقبلة أن نحتفل رسميا بهذا العيد الوطني إسوة بعيد السنة الميلادية والسنة الهجرية. ولكن رغم ذلك نحن لا نكتفي فقط بالأبعاد الرمزية لهذا اليوم، ولكن نعتبره محطة لتقييم المسار، تقييم مسار نضالنا منذ 56 من أجل القضية الأمازيغية، مروراً بمجموعة من المنعرجات للتأسيس للوعي الهوياتي الأمازيغي في إطار مبدأ الهوية المتنوعة في وحدتها. واليوم ولله الحمد كما تعلمون بفضل نضالات حزبنا ونضالات المجتمع المدني الأمازيغي، وبفضل الرؤية الحاكمة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحققت عدة مكاسب للأمازيغية، وتم الحسم في المرجعية الدستورية والقانونية من خلال ترسيمها كلغة رسمية في الدستور، ومن خلال إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لنكون بذلك قد عرفت بلادنا تحولا استراتيجيا في مقاربتها لهذه القضية. واليوم يطرح بقوة سؤال التنزيل، نفكر اليوم في المرحلة المقبلة كيف يمكننا أن نحول الأمازيغية إلى آلية أساسية من آلية التنمية البشرية والمجالية، كيف يمكن للأمازيغية أن توفر أن تعزز الديمقراطية وأن تعزز المسار الحقوقي لبلادنا، لأن الأمازيغية أكبر من أن تكون لغة، أكبر من أن تكون فقط ثقافة، لأنها نمط حياة، هي دعامة من دعائم النموذج التنموي وأس من أسس المجتمع الديمقراطي، المجتمع
التنموي الذي نسعى جميعا لتحقيقه. اليوم نسائل الحكومة حول مقاربتها، نسائل المجتمع المدني أيضا عن مقاربته، نفكر أيضا في تطوير مقاربتنا كحزب الحركة الشعبية، لأنه كما قلنا كنا نطرح سؤال كبير في المغرب، لماذا الأمازيغية؟ اليوم تحول السؤال لماذا لا الأمازيغية؟ الأمازيغية هوية، نحن نؤمن كحركة شعبية بالتنوع الثقافي واللغوي، وكيف يمكن لهذا التنوع أن يساهم في بناء الأفق الجديد، الأفق التنموي للمغرب الذي نعتز أن نكون من طينه وترابه.